يا مختار، كل الناس ما أنا ما تسترجي تطلع من بيوتها بالليل. وإذا حدا اضطر يطلع لحاله بهالليل، ما بيمشي لحاله إلا ما يمشي حدا معه. يعني منين فكرك إجانا هالضباء؟ منين يعني؟ من هجبال. تعرفوا يا شباب، هالسنة إجانا برد كثير وصقيع كثير وفوقها ثلج كثير، وبتعرفوا إنه الضبع روح مثلنا مثله، إذا جاع بده ياكل وما بيلاقي شي ياكله، فنزل على ضيعتنا. يا هلا ومرحبا والله. طبعا، لأنه ضيعتنا ضيعة الكرم والضيافة. البركة فيك يا مختار. يعني ما بتأدينا الدبانة البيضاء اللي أكلت عم ضياد وقلت المطر كمان يجينا الضبع؟ يعني ضروري يجينا الضبع ويكفي على الباقي. ولك يا جماعة، الجلسة بدون أبو علي عويكة والله مو حلوة. شو يا أبو رحال، ما شفته اليوم؟ والله ما شفته. معلومك أبو علي يعني يعطي الصحة والعافية، ما بيسترجي يطلع من بيته قبل الساعة 7، هذا بالأحوال العادية. فما بالك هلأ والضبع سيرته على كل لسان، على الضبع أكد والضبع نهج. طيب ليش ما جبته معه؟ مشان ما ينهج الضبع. أنا رايح لعند المختار، بدك شي؟ أبو علي شو باكينة؟ هاي رابع مرة بتسألني إذا بدي شي. بدي شي، تفضل تيسر. طيب، لا يعني إذا بدك شي قليلي مش مشكلة يعني. ولك يا زلمة بدي شي تيسر، ولا قلك رجع انت، لا بدك تروح ولا شي. لا مش راجع، بدي روح خاطري. خير يا مختار. وانت من اهلي يا ابو رحال. ابو رحال اسمع مني ونام عندي اليوم، ترى الوقت صار الساعة 12:10 بعد منتصف الليل. لا هالكلام هذا مو حلو بحقي بنوم يا مختار. يا ابو رحال بتشغلي ما بدها مراجل، هذا وحش وحش يا ابو رحال، يعني ما بيفرق حدا عن حدا حتى الجمل بياكله. انا وحش انا وحش، هذا ليش اخترعوه؟ والله بتمنى يطلع بخرقتي لحتى تكون اخرتها على ايدي. وحش. صار خير يا مختار. مع السلامة يا ابو رحال. شو بك يا زلمة؟ الضبع، صوت الضبع. بسيطة، أتخافش تقبلني، أتخافش. شو بك ولو؟ شو بدك تساوي؟ أنا اللي بدي ساوي. شو بدك تساوي؟ إسا فرجيك شو بدي ساوي. شلون يعني؟ بدي جيب لك يا للضبع لهون لعندك لهون. أوعيك تكون شهم. ام علي ام علي ام علي على الخليلي، خذي معك باروني. ام علي يا مرحال يا شاملي، اطلعي قبالي، اقلك اطلعي اطلعي قبالي. ام علي خير خير؟ شو في خير؟ ولك منين بده يجي الخير اذا جوزك عم يشتغل فينا؟ جوزي؟ شو ما جوزي؟ كثير كثير عاجبك منظر جوزك وعم يعوي بالليل مثل الضبع؟ ها كثير عاجبك يا اختي؟ اذا كان جوزك حاسس حاله عم يخفف دمه خلص وصلتنا، جوزك دمه خفيف، شو بدك بعد؟ شو يعوي ما يعوي؟ هاي انا محبتها منك. ها عمرينك ان شاء الله ما تحبيها. جوزك ابو رحال عم يعوي. اي نعم عم يعوي مثل الضبع، لكان عم يغرد مثل العصفور. لعمى يا لعمى. Mm-hmm.
واخرته روقوا يا شباب روقوا. شي مو معقول يا وقتها. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا ابو رحال. يا ابو رحال. شو يا مختار؟ قال الضبع لمس بقرة أبو رشاد وسلخ لجلدة، صحيح الكلام؟ إي والله يا أبو رحال، إي والله. صحتين وهلا على قلبه أيامه والله. طيب يا مختار، ليش ما بننصب له كمين بقى وبنخلص منه لهالضبع؟ هلا حنعيد ونقول وفوق اللي قلناه نزيد؟ خايف لبين ما نجتمع وننصب له كمين يقتل له زلمة أو زلمتين. بقى مين بده ينبلش بهالقصة غيري؟ ها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والله على الحسبة بالضبع، يوم أي يوم لا بده ينهش بقرة، بعد شهر ما بيصير في بقر بالضاعة كلها. قلتك والله. يعطيك العافية يا عم المختار. أهلين فسفس، ها خير شو في؟ يا عمي إجوا جماعة التلفزيون بدهم يصوروا. إيه وشو عملهم يعني؟ قوم اضرب لهم تعظيم سلام؟ قال جايني صوروا قال. ايه يوم بديق لك لقول هذا الشغل مش معقول. شو بدي قلك لقول هذا الشغل مش معقول. وين كنت لهلق؟ ها؟ عند أبو رحال. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بكيم علي؟ إنه يا زلمي لأنت بدك ضلك لسقان فيه، وحق الله شو ما عمل معك قليل. لا يا أم علي، لا يشيك عم تحكي. ها؟ أبو رحال معشران كثير وقلبه طيب بعد. قلبه طيب؟ قلت لي قلبه طيب؟ والله ما حداش اللي قلبه طيب غيره. إلا إن شو بهمك؟ أنا اللي عم بطلع بسواد الوجه قدامه قدام مرته وأنت ولا على بالك. بالعكس كثراني روحاتك لعنده بهالأيام كمان. إي كثراني. شو علاه؟ يا سيدي الضبع لا خلى لا زرع ولا ضرع، يعني الناس ضاجت. أها نعم؟ يعني شو يعني ضاجت؟ يعني ملت وخافت. نعم؟ إذا ملوا يلعبوا طمامة مع نسوانهم؟ بس يا سيدي يلعبوا طمامة مع نسوانهم؟ فسفس بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا؟ إذا أنت صار فيك هيك شلون أبو علي لك أنا؟ أبو رحال لا تقلي إنك بدك تفوت أبو علي لهون. لا 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 وانت السادة بدي أخذه وفرشي له أبو علي بالطريق، وبدي خلي حدا من الضيعة يصوره لشوف شو بده يصير بأبو علي. أبو رحال انت صار لعقلك شي؟ شو عم نسوي يا برحال؟ ها؟ خلينا نمزح ونضحك لنا شوي مع ابو علي. شو نضحك شوي؟ يمكن يروح فيا الزلمة. لا تخافي علي، لا تخافي علي، ابو علي مثل القطط بسبع ارواح. ابو رحال مشان الله لا تعلقني بلسان ام علي، شفت شو حكت عنك هديك المرة انك متعوي. لنشوف، لنشوف اليوم مين بده يعوي. ابو رحال لما ابو علي. يا أبو رحال إذا كان أنت طلعي منه ولا تتدخلي الله يرضى عليك يا أم رحال. قعدت أنا والمختار طول الليل ونحن نفكر بهالشغلة. يلا طيب يا أم علي إذا قوست بالبرودة مش أحسن يعني؟ لك يا أبو علي سلامة عرفك، البرودي أفيهاش مرجلي، الصيد كله للسكين، أبتسمعش بسلاح الأبيض. ولك ليك بدهم يصوروك بالموبايل. ها يلا يا تقبلني يلا يلا جاب. طب تعبت اليوم يا أم علي، خلينا نأجلها لبكرة. لك بحياتي اللي خلقك يلا ولو خلصني. ولك طيب. يلا جاب طيب. لك يلا قول الله أكبر. طبعا رح قول رح قول. يلا لشو يلا يا ضروري قول الله أكبر. ولك إلا مشان يقول أبو علي ما قتلش العجل إلا بعد ما كبر عليها. ولك يلا يا تقبلني طيب خلصني. لحظة لحظة يلا الله لحظة. أكبر طيب طيب الله أكبر أكبر عفي أبي أبو علي.
بدنا نعمل من لحم ونقاني ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله هيك بدي اياه يلا يلا ادعي لي ادعي لي الله يسلم عليك يلا يا تقبلوا يلا ايوه عفي عفي يا هلا يا هلا ابو علي يا هلا بالمختار يا هلا يا هلا بالمختار اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا سيدي تفضل يا ابو علي من يد ما نعلمها تسلم تسلم هجمت عليه مثل البعشيق وفرمت رقبته بفرم بقى جهزي حالك على أكلة النقانق بكرة ولك عافي عافي هيك بدي اياك رجال قد الدنيا ولك تقبرني تسلمي لي لا تقبر قلبي مش مصدقة مش مصدقة مش مصدقة يعني حطيلي عشا خفايف على بين ما غسل ايدي عشا خفيف ديك هالقد قد بدي اذبح لك يا قد راسك يا سبع يا ضبع عيني تخبر قلبي على مين يا برحال على مين صباح الخير يا برحال يا صباح الانوار شو فايق بكير اليوم اي والله يا برحال شفت حالي اليوم فايق ورايق ومنتشي ومبسوط فقرت لحالي ليش ما بتجي تشرب فنجان قهوة عند أبو رحال يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا تحضر بيحضر واجبك وقت أبو رحال هذا العجل مش عجلك بلا عجلي عجل مين لك أنا شو هي أول مرة بتشوفه؟ طيب مو على أساس بدك تحط لي إياه بالليل بالطريق وبدك تخوفني؟ يخرب بيتك يا مرتي ما في عندك سر بيتخبى شو ما كان يكون والله يا أبو علي كنت بدي أمزح معك مصحة صغيرة يعني هيك وخوفك بس بعدين لغيت الفكرة طبع 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 طبع
ضبع. شوف يا أولاد، ليش ما سمعتوا؟ لك لقى الضبع مقتول بأول الضيعة. ها؟ يا طيف مو علي؟ انت مو علي؟